السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأها بأبرز العناوين. سمو محافظ المحافظة الجنوبية ترأس اجتماع لجنة الأمنية عن بعد. إيقاف تحصيل الإيجارات وبعد الانتفاع عن التجار المنتفعين من أملاك البلديات لمدة 3 أشهر. وإطلاق خدمة تسجيل إلكترونية لأصحاب العمل لدفع الحكومة رواتب المواطنين في القطاع الخاص. أهلا بكم من جديد. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع لجنة الأمنية عن بعد بحضور العقيد الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من الضباط الأعضاء من ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية. وقال محافظ المحافظة الجنوبية في الاجتماع إن ما تقوم به مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من حيث اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة بخصوص منع التجمعات وتكثيف الدوريات الأمنية وعناصر الشرطة في كافة مناطق المحافظة لها دور مهم وفعال. وبحثت المحافظة الجنوبية مع ممثلي الأجهزة الأمنية عن إطلاق مبادرة أمنية استثنائية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك لتعزيز الوعي الأمني عبر رسائل توعوية تبث في قنوات المحافظة الإلكترونية. أشاد وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف أشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن إيقاف تحصيل الإيجارات وبعد الانتفاع عن التجار المنتفعين من أملاك البلديات لمدة 3 أشهر بدءا من شهر أبريل 2020. وأكد الوزير بأن هذه القرارات تجسد على نحو جلي حرص الحكومة الموقرة على الحفاظ على النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص البحريني من تجاوز تأثيرات هذه الأزمة. وأوضح الوزير بأن القرار سيشمل جميع المنتفعين من أملاك البلديات في الأسواق المركزية وأصحاب الفرشات من الباعة ومستأجري المحلات الصغيرة في المجمعات والمحال التجارية التابعة للبلديات. أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات وتخطيط العمراني بأن الارتقاء بالتنمية الحضرية في المناطق المختلفة وجودة مستوى الخدمة هي أساس تطوير منظومة العمل البلدي. جاء ذلك عند تسليم أحد البيوت التي تم بناؤها ضمن مشروع البيوت الأيدى للسقوط حيث تم هدمها وإعادة تأهيلها في مدينة الحد. وأشار الوكيل إلى أنه يتم التعاون والتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والأثار لإعادة تأهيل بيوت المحرق والتي تقع ضمن نطاق اهتمام الثقافة لما تحتويه من ملامح معمارية تراثية، وذلك بهدف المحافظة على الإرث المعماري لهذه البيوت خلال عملية الهدم وإعادة تأهيلها، حيث تحتاج عملية إعادة تأهيل خبرة متخصصة في تأهيل المباني التراثية. أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد الأحمدان عن إطلاق خدمة على الموقع الإلكتروني في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسماح لأصحاب العمل التسجيل للاستفادة من تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص. وتمكن الخدمة الإلكترونية أصحاب العمل من تسجيل البيانات المصرفية عبر حسابهم المفعل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأوضح حميدان أن دفع الرواتب سيتم وفقا لما هو مسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفرات صندوق التأمين ضد التعطل حيث تبلغ تكلفتها 215 مليون دينار بحريني لتغطية أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص.
هذا وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق عن إطلاق حزمة من خدمات الوزارة الإلكترونية في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المراجعين بالنسبة لجميع خدمات الوزارة. الثالثة مستمرة وفيها بعد قليل. تجديد الإجراءات الوقائية للعاملين ومرتدي المواقع الإسكانية. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن طرح أكثر من مليون كمامة وجه طبية في الأسواق والصيدليات بدءا من اليوم الأربعاء، وذلك للإسهام في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. ويأتي هذا الإعلان تنفيذا لتوجيهات وقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، المعنية بإلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة، والتي سوف تطبق من يوم غد الخميس الموافق 9 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 7 مساء. قامت وزارة الإسكان بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال التأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة والقيام بالفحص الحراري للعاملين ومرتدي المواقع الإسكانية والحرص على توفير المسافة الآمنة لتقليل الاختلاط، وذلك تماشيا مع الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على التأكد من سلامة جميع العاملين والأشخاص القاطنين في تلك المشاريع والحفاظ على سير العمل في هذه المشاريع وإنجاز مراحلها وفق الجدول الزمني المعد لها مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة. اجتمع المجلس البلدي اليوم اجتماعه 14 لدرع العقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حيث ناقش عدة تقارير من اللجان العاملة في المجلس البلدي، حيث وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إيجاد أرض في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية لغرض إنشاء مكتبة عامة. كما وافق المجلس البلدي على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص أرض تابعة للبلديات وأخرى لإنشاء مجالس عامة في شتى دوائر المحافظة الجنوبية، ووافق المجلس على تقرير لذات اللجنة بشأن تركيب ملصقات توعوية على حاويات القمامة الموجودة في دوائر المحافظة الجنوبية، ووافق المجلس كذلك على تخصيص نصف ميزانية مشروع تنمية المدن والقرى لإحياء البيوت الأيدى للسقوط. كما وافق المجلس على تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية بشأن الإعفاء من إيجارات أملاك البلدية لمدة 3 أشهر أو تخفيض بنسبة 50% تمشيا مع توجيهات القيادة الحكيمة بتخفيف الأعباء على الأفراد والمؤسسات. وإلى تقسيم محافظات مملكة البحرين.
وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.